طيب السلطة عبارة عن ايه؟ بنجر، جرجير، عين جمل، مستردة، ليمون، عصير ليمون، ده خلي بلسمك، خلي بلسمك، زعتر، جبنة، فتة جامدة. ماشي، دي بتبقى نوع من انواع الجبن اليوناني بتتبشر. خلاص عايزة اقول لكم لذيذة جدا، جربوها تعجبكم قوي. اعمل الاول الدريسنج عشان ايه؟ انا عايزة الدريسنج يبقى على جنب وما يبقاش كتير قوي في السلطة. ليمون، مستردة، عشان كده هخلصه الاول. ليمون، مستردة، عصير برتقان فريش طبعا مش المعلب ده، خل بلسمك، شايفين كله سوائل 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 ما عدا المستردة. الزيت دلوقتي هيجي يتقل لي الصوص الحلو ده. هنحط بقى زيت زيتون يقوم مظبط لنا ايه القوام بتاع الدريسنج. مفروض بويسكي يعني، بس خلاص مش مهم اهو. عشان كده حطيت الصوص الاول ده، ممكن بقى اللي اتبقى من ده نحطه في ايه؟ هنحطه في البرطمان، كل ما نحب نزود نزود. احطه كده، هحط حبة عين جمل اول حاجة كده، بنجر، جرجير بقى، جرجير ثم جرجير، اختراع. يبقى احنا عملنا ايه هنا؟ جرجير، بنجر، عين جمل، جبنة فتة اللي هي الجامدة دي مبشورة، مفيش جبنة حلوم، مفيش جبنة موتزاريلا مكعبات، مفيش، ما تحطوش جبنة خالص عادي يعني. ماشي، المهم الحاجات الحلوة دي اللي انا عاملاها. شايفين؟ شايفين الألوان؟ وممكن بقى نعمل حاجة تانية، نلخبط الجرجير مع الجبنة لو عايزين حاجة تبان فريش قوي. الجرجير مع الجبنة مع البنجر، ونحط عين الجمل، ونحط الدريسنج ده على جنب كده، اللي عايز يقوم ايه مزود. خلاص بصوا الزيت خلاه اتقل ازاي.